السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من صالح جدا. حارس المريض او لو غارد مالاد راه ممنوع في المستشفيات الجزائريه، وبهذا اليوم زلنا الشارع باش نسال المواطنين حول هذا الموضوع. تابع معنا. منع حارس المريض او كما معروف عندنا بلو غارد مالاد من المستشفيات الجزائريه. يا اخي دوكا لو غارد مالاد حاجه مليحه بور لو مالاد، بصح الا كاين البديل، الا كاين البديل يعني يوفروا، تكون وفره في الشبه الطبي. يعني لو بور لو مومون يا ان مونك تيريبل تاع لي باراميديكو، هكذا بلا ما نهضروا على لي جون كي سو بريبار بور بارتير على روتريت، سي دي روتريتاب يعني الحق اللي خدموا لي 32 زون تاعهم، وجوسكا بريزون لا فورماسيون ما كونتوني ما كاش، ما هو يعني ما مشي ريكريتي ولا لي باراميديكو. دوك الى كان البديل داكور، باسكو كاين دي مالاد لور qui nécessite une assistance permanente, que ce soit même les parents ou là, par exemple des aides-soignants à leur côté. Je crois que depuis des années, parce que des fois, le malade, qui a la situation de santé, qui des fois, un malade, mais il ne même pas de ma culture, il refait. ما كاش منها زعما باش تكون انفيرميير ولا باش توصل له هذاك، ولا توجور توجور لازم له ان غارد مالاد معاه، مي كاين في دي سيتياسيون واحد اخرين وين ما لازمش. هي نورمالمون الغارد مالاد احسن، علاش؟ خاطر الغارد مالاد دائما واقف على المريض هذاك. سمعت؟ بيان يكون بالاهل ديالو. بالاهل ديالو وكذا فوالا، وكما نقولوا يأسوا اذا كان مريض، بصح كم بلا غارد مالاد ماشي سوسوا. تشوف لي كاين لي زانفيرمي ممرضين كاين ممرضين بصح ما يخدمش خدمتهم قليل، صارحوا زين قليل ماشي يخدموا خدمتهم كما نقولوا. ما انا كنت عندي العجوزه في السبيطار تاع بني مسوس ما عندهاش غارد مالاد، ابا قريب ماتت. يجي ايماجين دوكا يحط باباه ولا يحط يماه، يجي يلقاها غارقه حشاك في 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 الوسق تاعها، هكذا ما يعني ما تقدرش المرض كي ما تقدرش ولا امباسيون اللي ما يقدرش ينوض يروح للسانيتار، دونك لازم له اسيستونس او بري دو لوي. بيان سور علاه نوبليجي كاين يتحتم، كاين باغ اكزومبل انا دوك باغ ندير المرض تاع يما مثلا، مثلا صافي كنخلي ولادي صافي كنولي ننعس منهم من اللي صحيح يولي مريض اوتوماتيكمون باسكو راه يتعب، يعس ولادو يعس دارو ويعس السبيطار، وما الفرملي هذاك اللي راه خالص خالص يسمى باش يقعد صافي يدير. لازم يكون الفرملي لازم يكون يتهلا في المرض. سي سير ولا ما يتهلاش فيه، جبريفا نوقف هنا اون بيرسون ماهوش حتى الكارد مالاد، ما انا نوقف. امون افي لا كاين البديل حاجه مليحه، ما نقولكش لا لا، باسكو ميم لو كارد مالاد هذاك ماهوش راح يعني يعاون المريض في امور كثيره، يعني بالك جوست بور ليدي افيغ سي بوزوان، مي اودلا ما يقدر يدير والو، فهمني؟ مي بصح الا يقدروا يعني يوفروا لي باراميديكو بوفره ولي زاد سوانيو بالوفره في دون تو لي سيرفيس، يعني انا نظن هذا انيسياتيف مليحه. واش نقول لك؟ لي غارد مالاد لازم يكونوا لي غارد مالاد، لازم، خاطر علاش المالاد لازم له واحد اللي يوقف عليه، لازم له واحد اللي يسحق حاجه يجيبها له، او ساعات تنحالوا نحلوا واسمو البرا تاع الدم ولا عفسه، ما هو يبلغ الفرملي، وهي في الحقيقه خدمه تاع الفرملي، خدمه تاع السبيطار، هما اللي يخدموا، هما اللي يتهلاوا في المريض. ايوا واش نقول لك؟ نقول لك الله، احنا ماذا بينا ان شاء الله تحسن الامور ان شاء الله في المستشفيات تاعنا، وتكون يعني تكون يعني تكون الخدمه تاع يعني اللي خدم تكون الخدمه تاع المريض يعني في المستوى، يعني ما نقولوش يعني مستوى عالي، مي لا لازم المريض يسحقولوش قدامه. يا اخي انا من الافضل نقول لو غارد مالاد خير، ماشي يكون الفاملي يخدم كيما الغارد مالاد، والمريض يرتاح لي كيجي مع غارد مالاد خير، اهله اي كان، ماشي الفاملي يخدم كيما الغارد مالاد وترتاح تانيك نفسيا تانيك، وكل واحد من راح يجي كل ولايات بزاف. يعني الجزائريه من قاي يقرديو المرض اسم المرض، يدي بنادم فميتو باش يعاشر المرض نتاعو، هي في الحقيقه الفرمله خالص على ذا الشيء هذا، اون برانسيب هو يخدم خدمته بينه وبين مولاه وبين ضميره، على الاقل خدمته على يوبليجي الانسان، بالك انسان جا بعيد يزيد يحتم عليه مسكين يخلي ولاده ويجيب عائلته باغ اكزومبل تعسلوا المرض، يسمى راهم ولاو زوج مرض في السبيطار، شوف ديجا يشدوا دو بلاص، هذه ديجا راهي تلعب دور المرض ولي عسل الفرملي، دونك يشدي بلاص، باسكو دي فوا تروح لي زوبيتال تلقى في البنك واحد راكد واحد من فوق، وانا صرات لي
بنك واحد مره تاعي قال قدام الهي ومرض واحد اخر من تحت هاك شوف بورتون لاكوشمو بصح كي تلقى ايه كي تلقى المرض الفرملي يقاردي المرض وعلاه ندي انا واحد اخر يعسو ولا نديرو لي سوا بنادم الفاميليا تروح باريزون تطلع المرض نتاعها لازم يكون كارد مالاد باسكو علاش دي فوا يعني في الليل ولا كان المريض يحتاج الى واحد يعاونه واحد يقدر ما يسيبش يسيبش وكان وصرات يعني صرات حالات وين ما كاش لي كارد مالاد المريض عانى مسكين كانوا لحقت حتى وين كان الوفاه كاع واش نقول لك نقول لك الله يجيب الخير وان شاء الله تحسن الامور ان شاء الله اما اسكو فو بونسي كو ام ان انفيرمي بو جيري ان سيرفيس دو 36 مالاد وحده Il fait les traitements, il fait les consentes, il fait le nursing, il fait tout. C'est pas possible parce que il y a plusieurs spécialités. Dans les services là où il y a les malades, il y a les lourds. Donc il a qu'un badil. Ça vaut la peine. Voilà qu'il n'a pas le badil. Le malade il peut pas être livré à lui-même. Ni chemin, hein, ni contrôle. Sarah, le garde malade nécessaire. Zama il hanni bzaf. Le garde malade il hanni bzaf. Mais ولا تحتمت قلنا يعني يقدر لانفيرميير يقدر يلعب لو رول تاع على حسب الا كانت كاينه ليفيكتيف الا كانت ما كاش ماشي كيف كيف دونك تو سا استنى كيما يقول لك بروجي لازم يقعدوا عليه ناس ويدرسوه ماشي سهل اخويا انا بالنسبه ليا نوافق وما نوافقش لو كان جاو هما لانفيرميير لهنا يخدموا في الخدمه تاعهم كما ينبغي وكما نقولوا الانسان يكون مع صافي مع الله ومع الشعب تاني باش يجيك مريض انت اللي هنايا كاد مالاد خاطش نشوفو العجب المعجب خويا لازم ولحقنا وين وقت ان يا با كونفيون عندك مريض ولا كان راجل شويه ولا كانت ما اوبليجي تي كاد مالاد لازم كاد مالاد خاطر شوف حاجه الاولى الامن ما كاش بليس لا فاهم ليك عباد لا ما كان حوايج ما نقدوش نهضرو خاطرش انا عشاشه الناس تشوف فينا والله غير اسب بكل واش نقولوا ربي يهدينا ان شاء الله وان شاء الله الدوله تقوم بالواجب تاعها حنا ولفنا المجتمع الجزائري باش يكون عنده الكارد مالا تاعو اولا يعرف له العقليات تاعو العقليه تاعو كيفاش تكون السيره تاعو كذا وبصح باش دير لي انفيرميات ولا انفيرمي عاود يروح ويخليه يسمع فيه ما عندوش حنان ما عندوش عاطفه بالنسبه للانسان ولد العائله حنا ماذا بينا يكون كاين الكارد مالا طيب ما راكش انت مع الاجراء هذا اللي من الكارد مالا مانيش معاه بتاتا انا مع الناس اللي يديرون كارت مالات